مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط في منطقه الازهر. سيد البرنوصي كيفما تتبعوا هذا الشارع اللي دائما مقطوعه فيه الاناره، الساكنه عياو ما يراسلوا وينادي والمسؤولين، ولكن للاسف بدون اي تدخل بدون اي تغيير، دائما نفس الحاجه. طبيعة الحال هادشي اللي كيخليهم دائما كيتصلوا بينا والناس كيتشكاو، وكنتبعوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لي باج ديال سيدي البرنوصي حي القدس، اللي ديما كيتكلموا على هذا المشكل هذا وعلى هاد الشارع. كيف ما كتشوفوا راه انعدام تام للإنارة العمومية، يعني رغم نداءات دائما كنادي والمسؤولين، ودائما كنوصلوا رسائل عبر لايفات عبر فيديوهات عبر البرتاجات، ولكن بدون اي جدوى بدون اي تغيير، يعني عادي جدا الضوء مقطوع فين كاين المشكل، حتى شي مسؤول ما بغى يدير الخدمه ديالو، حتى شي مسؤول ما بغى يتدخل، وهادشي بطبيعه الحال كيتنافى مع التوصيات ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. يعني أن خاص كل مسؤول يدير الخدمة ديالو ويكون قدوة، لا من ناحية الرتبة ولا مثلا الصفة اللي عنده، ولا كذلك بالعمل اللي خاصو يدير كمواطن وكمغربي غيور على بلاده وعلى المنطقة اللي كينتمي ليها وعلى دوك الناس اللي وضعوا فيه الثقة وصوتوا عليه. فهنا فين كاين المشكل، فهاد الناس ولا الساكنه بصفه عامه ولا المواطنين ملي كيصوتوا على واحد المسؤول كيتسناو منه التغيير، ما كيتسناوش منه شي حاجه اخرى. ما كاينش شي مواطن مغربي كيصوت على شي واحد كيتسنى منه غير غي يدير ليه الشه ديال الذهب يطيح ليه اللويز في السطح، انما اللي كيتسنى منه هو التغيير، هو الاصلاح. هو انا اليوم ملي بغيت نصوت عليك نشوف المنطقه ديالي ونشوف بلادي حسن، بغيت نشوف بلادي حسن. وشي بطبيعة الحال كاين ميزانيه، كاين دفتر تحملات، كاين مشاريع يصادق عليها بشكل يومي، وفين هو التغيير يا عباد الله؟ هو كيقول لك اخويا حمزه انه غياب الاناره فهو غياب الحمايه بالنسبه للساكن. كيف ما قلت لكم، يعني ملي كيصوتوا المواطنين على المسؤول فكينتظروا منه التغيير، وفين هو التغيير في نظركم؟ واش حنا غادي نبقاو غير يعيطوا لينا الناس اخويا الضوء مقطوع هنا، اخويا حفره هنا، اخويا هذه مهرسه هنا، وهادشي ما غاديش يتصاوب. الى متى؟ الى متى غادي نبقاو نمشيو عند الناس ونلقاو دائما نفس المشكل؟ ولكن الغريب في الامر، الغريب هو كتلقى نفس المناطق، نفس المنطقه، نفس المشكل، نفس العطب، نفس الحفرة كيدور عليها العام، نفس الضوء اللي مقطوع، نفس المشاكل اللي كيعانيو منها المواطنين. وهادشي مشاكل ماشي يعني ماشي غير في ديورهم، مشاكل كاينين حتى في سميتو، حتى في الشارع العام ديورهم هما. الناس راه يقدر عندهم شي مشكل ضروري غادي يصلحوا، ولكن مشكل في الشارع العام ما يمكنش يصلحوا، خص المسؤولين اللي يدخلوا ويصلحوا هاد المشاكل.